صباح الخير. صدور نتائج الدي ان اي اعاد فتح الجرح النازف بخاصره البلد. جرح كشف عن دور قوى الامر الواقع بفرض سيناريوهات الصفقات والتسويات على حساب دم الشهداء. قضيه شهداء الجيش عم تتفاعل، واسئله كثيره بترجعنا لتاريخ 2 اب 2014 وصولا لصيف 2017 ومعركه الجرود. مين اجهض التفاوض من سنوات لتحرير الاسرى؟ وليش النصر انتهى بصفقة بين الحزب والنصرة وداعش بالسماح لهم بالخروج من البادية السورية وعلى أيديهم دماء أبطالنا؟ هل رح يتم الكشف عن أسرار هالمرحلة أم رح يبقى هالملف نقطة سوداء بتاريخ لبنان؟ وبانتظار الأجوبة، لبنان بحالة حداد ووحده الحزن والألم، دموع الأمهات وقلوبهم المحروقة رح بيرافق تشييع جثامين الشهداء الأبطال بكرة الجمعة بمأتم رسمي باليرزي ليكون الوداع الأخير قبل عودتهم إلى تراب الوطن. أمام عظمة الشهادة بتتعطل لغة الكلام وبتصغر باقي الملفات، وكأنه قدر هالبلد يبقى بجلجلة دايمة. ولكن رغم المشاكل الأمنية والسياسية المعقدة، بعد الواقع الاقتصادي هاجس دايم عند المواطن. بتقريرنا لليوم رح نلقي الضوء على سوق العقارات بلبنان يلي بشكل أحد ركائز الاقتصاد اللبناني. رغم القروض السكنية طويلة الأمد، إلا أنه قدرت المواطن على شراء شقة سكنية شبه معدومة، وبالصورة ألاف الشقق المجمدة. حركة السوق العقاري بلبنان يا طالعة يا نزلة، والسوق عرض وطلب. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، من تابعه سوا. مع استمرار هبوب رياح الأزمات اللي عم تعصف بالمنطقة والتراجع الكبير بمداخيل الدول والأفراد، بدأ المطورون العقاريون بلبنان يتخلوا عن فكرة الهدوء بالقطاع ويتجهوا للاعتراف بتقل الأزمات وتأثيرها الكبير على قطاع كان عم بيسجل منذ العام 2008 قفزات كمية ونوعية كبيرة. لا شك أن نحن اليوم سوق القطاع العقاري بلبنان بهدوء، في نوع من التراجع. التراجع مش مثل ما عم بيحكوا بعض المقالات اللي عم بتحاول تبين انه الوضع دراماتيكي، لا منه للدرجة، ولا في يمكن انه يتراجع مثل ما انحكى ب 40%، ولكن صار نوع من التموضع الجديد انه بمرحلة 2010 2010 كانت طلعت الاسعار بشكل جنوني. ولكن اليوم نحن الوضع اذا بدنا نقول في انخفاض، في بحدود 10-15-20%، خاصة بما هو ما يسمى بذوي الدخل المحدود او ما دون ال 200 متر. انخفاض أسعار الشقة بلبنان قد يكون حلم براود المستهلكين، إذ أنه الحاجة الكبيرة لمسكن لذوي الدخل المحدود عم تصطدم بالأسعار المرتفعة حتى مع التسهيلات اللي عم تقدمها المصارف والمدعومة من المصرف المركزي. أقل شقة يعني بالمناطق الشعبية 200,000 دولار، ما عاد في عندها إمكانية الناس، وإذا بده ياخذ قرض بده يعدله 30 سنة قصد فيه، يعني في ضغط على الناس كتير. نتمنى أنه هلأ يستقر الوضع أكتر وتنزل اكثر بعد الاسعار. عم لاحظ انه شيء للبيع، شقه للبيع مع مخزن مع كذا، كراجات حسومات. اي والله اذا مثلا ما في بيع كثير بيلخصوهم حتى يقدروا يبيعوا. في اعلانات بس تيجي على الواقع بتلاقي غالي كثير، او بيقسط لك بتعدي حياتك كلها تشتغل لحتى توفي، او بدك تسافر وترجع تشتري هون، هذا الحل الوحيد. حسب ما عم بسمع بالاخبار وبالجرايد، يمكن هن عم بيوهموا الناس انه نازل عقارات ليعملوا هجمه للشراء، بس ما بدك كمان يكون في سيوله بين ايدين العالم. بس اجمالا صار في انخفاض، لانه ما في ما هو انت بدك تشوف الانكم. بالاول كان يجينا ناس يشتروا من برا، هلا اللي عايش برا مع قصة وضع الخليج اللي صايرت وناس مشتري كتير، الانكم نزل. اجمالا بشكل عام الانكم يلي حتى عايشين برا
مش بقول لك انا اذا بعد ناطر 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 لا تنحل القصه بلبنان ويصير الوضع افضل، ما عم بيصير. صح، مشان هيك الديماند خف، لانه خف الديماند يعني معناتها بده تنزل الاسعار. حسب الخبراء فإن أسعار العقارات بلبنان متجهة إلى الانخفاض خلال السنوات القادمة، وذلك بالاستناد إلى كمية ونوعية الطلب اللي عم تقتصر على أصحاب الحاجة الفعلية لمسكن بالأغلب ما بيتعدى 120 متر مربع. إذا جاي أنت كاش باير اليوم أكيد بتاخد 30-40%. المشكلة أنه اللي جاي يتدين مرات إذا بيعرف يناقش بياخد كمان ديسكاونت، بس مش هياخد قد هيك. صار اليوم في عندك 2 ماركز. أنا برأيي اللي حيصير من هلأ لسنة، خاصة من سنة أو سنتين، هؤلاء 2 ماركس اللي هيعملوا كونفيرجنس، يعني اللي هيصيروا نفس الشيء. فلذلك أنا برأيي اللي هيكمل النزول إلى حد 3 أو يعني 60-70%. حماية قطاع العقارات وإبعاد شبح الأزمات عنه واجب على الدولة والمسؤولين، شرط أنه ما يكون على حساب المستهلكين وحق المواطنين بمسكن لائق ببلدهم. يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، شي اوضه وعلي ودار يكون شباب يكون حلوين، شيل حجار وحط حجار وعمر يا علم العمار وعمر يا علم العمار وعلي حارتنا يا نتابع حلقتنا مع السؤال اليومي. لما توجهنا للناس وسألناهم إذا بيعتذروا لما يعرفوا حالهم غلطوا، الأجوبة المتنوعة بهالتقرير. لا، بس إنه إذا صح إذا غلطت مع حدا بعتذر منه عادي، يعني بعتذر منك. إذا غلطت أنا بعتذر، بقول سوري. الغلط محسوب دائما على الإنسان. لا لا لا، شو بدك بهالحكي؟ الإنسان لما بيغلط بده يعترف بغلطه. شو بدي له؟ بقول له بعتذر منك، ما تواخذني، غلطت بحقك. غلطنا بحقك، سامحنا. ايه صعب. بس إذا عندك حق فيها تعتذر. لا لا، اعتذار صعب شوي. لا ما هو صعب. لا، إذا غلطت معه بعتذر منه. إذا كرمالك أنت بعتذر، غير هيك لا. أنا آسف لأني ما كان شيء غصب عني. أكيد سوري، أكيد سوري. لا شو؟ الله بيسامحنا بس. إذا ما رضي يستفلو. أكيد لازم أعتذر. عم ربنا هيك موصينا، سامحوني اخطأت معكم. أكثر من هيك شو بدي أقول لهم؟ أكيد بدي أعتذر منه، ليه ما بدي أعتذر منه؟ هلا عند النسوان أكثر شيء صعب، بس عند الرجال دائما بيعتذروا، أكثر شيء النسوان ما بيعتذروا من حدا حلو كانوا غلطانين. هلا غلطت وما اعتذرت. معقول ما تعتذري؟ أنت كوني بدالي ما بتعتذري؟ بس هلا امبارح كنت بالمستشفى طلعت. قلت لهم ما تأخذون أنا غلطت معكم شيء، سامحونا قبل ما أطلع من المستشفى. شو فيه بيصير واحد بيعصب بيطلع من تيابه. مين؟ مين؟ لا هيك أكيد. برافو عليك. حسب الغلطة وبقول له سوري بكل صراحة هيك على البساطة.